لكنه خلينا نقف عند تكريم الأبطال المعنى والدلالة. منذ قليل انتهى حفل كبير أقامه مجلس إدارة النادي الأهلي لفرقه الرياضية وللأبطال الفائزين بالميداليات والمراكز القارية والدولية، سواء على في تمثيلهم للنادي الأهلي أو في تمثيلهم للمنتخبات الوطنية. حفل كان ذات قيمة وأيضا له دلالات كبيرة يا باشمهندس. هو حفل يحرص عليه مجلس الإدارة منذ تولى المسؤولية، أيوة، وبتعمل بشكل رائع ومنظم، أيوة، ووقور وشيك و يعني بيقول للعيبة متشكرين حاسين بيكم، بعيدا بقى عن اللوائح والتنظيم والمكافآت والكلام ده. أن يقف رئيس النادي الأهلي يستقبل الأبطال بطلا بطلا، سلم عليهم، يطالبهم بمزيد من البطولات ورفعة أعلام الوطن والأهلي، شيء جميل جدا. حضرت أنا طبعا السنة اللي فاتت، السنة دي لأن إحنا هنا على الهواء، يعني ما فاتني إن أنا طبعا أكون موجود، لكن أنا يعني عارف المستوى اللي بده يطلع بيه، وكنت شفت برضو فرحة شبابنا وولادنا وبطلاتنا بهذا التكريم يعني. طيب، مبدئيا إقامة هذا الحفل الكبير جدا في مقر النادي في مدينة نصر كمان رسالة من مجلس الإدارة إنه مقرات الأهلي كلها واحد، كلها أرض البطولة وكلها لا تنفصل عن بعضها. مجلس الإدارة يجتمع في مدينة نصر، يجتمع في الشيخ زايد، يجتمع في الجزيرة كلها، وإن شاء الله يجتمع في التجمع الخامس عما قريب، لكن يكرم أبطاله، يعقد جلساته، يلتقي بأعضائه في أي من مقرات الأهلي، فالرسالة واحدة وواضحة كمان. النقطة الثانية أنه يكون التكريم على مستوى الأبطال اللي حققوا ميداليات وبطولات للمنتخبات الوطنية قبل ما تكون للنادي الأهلي، دي رسالة مهمة جدا. هكذا يؤدي النادي الأهلي دوره في خدمة وطنه. النهاردة لما تشوفوا كلام الكابتن محمود الخطيب وثناء أعضاء مجلس الإدارة على الأبطال اللي حققين مراكز وميداليات دولية مع المنتخبات الوطنية، تعرفوا الأهلي وهو بيعد هؤلاء الأبطال يا باشمهندس عينه راح على فين بالظبط؟ الأهلي صاحب رسالة، صاحب رسالة، والأهلي خلية مهمة صالحة في نبتة قوية اسمها مصر. بالظبط. وهو يعلم دوره ويعلم أنه لازم يقدم بطل بقيم وعراقة النادي الأهلي يليق بمكانة مصر ويحسن تمثيلها، ولذلك دائما السلوك يسبق النتائج، دائما التقييم على حسن التمثيل، حسن مش التمثيل المشرف، حسن التمثيل، أي فارق، أي يسبق الاهتمام بالنتائج. النتائج مهمة جدا لأن هي دي اللي بتعيش والتاريخ بيذكرها، لكن أيضا المواقف الخالدة للنادي الأهلي دائما ما بتدي يعني نقط مضيئة يسترشد بها من يريد أن يمضي في طريقه السليم. إذن هؤلاء أبناء حول الملك، حول ملك البطولات، حول النادي الأهلي، دول ولاده، دول ولاده اللي حققوا كل هذه الميداليات، هم اللي خدموا وطنهم، هم اللي رفعوا راية وعلم مصر وعلم النادي الأهلي في كل المحافل اللي شاركوا فيها، استحقوا كل هذا التكريم. نشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وهو يتحدث إلى وعن الأبطال. الأبناء الأعزاء، أبطال النادي الأهلي في المحافل العربية والقارية والعالمية، يسعدني وزملائي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والإدارة التنفيذية والإدارة الرياضية أن نكون معاكم النهاردة، ده شيء يشرفنا ويسعدنا في حفل تكريم لكل واحد فيكم اجتهد وتحدى صعوبات كتيرة جدا حتى الوصول لمنصة التتويج سواء العربي أو القاري أو العالمي، رافعين اسم بلدكم واسم ناديكم. ولا شك أن تحييكم لهذه الإنجازات يعود بالقيمة والتميز سواء لبلدنا الحبيبة مصر أو لناديكم، وكمان تخليد لأساميكم أنتم على مر التاريخ إن شاء الله.
احنا الحقيقه فخورين بيكم جدا، سعداء وفخورين بيكم جدا يعني. وعايز كمان انتوا كمان تفخروا بنفسيكم، انتوا كمان تكونوا سعداء بنفسيكم للي انتوا حققتوه، مش بس لبلدكم وليكم انتوا كمان. ويمكن دلوقتي عايز اطلب منكم حاجه، انك تشتغلوا بجهد وبإصرار وتدريب شاق وتركيز والتزام لما هو قادم ولمنصة التتويج القادمة بإذن الله، من بطولات وكتابة تاريخ جديد ليكم ولبلدكم ولناديكم إن شاء الله. أنا مش عايز أطول عليكم، بس بجد احنا فخورين بيكم جدا، سعداء بيكم جدا للي انتوا حققتوه. واتمنى ان شاء الله السنه الجايه ان احنا نكون موجودين مع كل زمايلكم. لازم تفهموا كلكم وخاصه الكبار فيكم ان انتوا قدوه لكل زمايلكم في النادي. انتوا اللي بترسموا لهم طريق، انتوا اللي بترسم لهم طريق البطولات، انتوا اللي بتديهم ازاي اكون بطل، ازاي بالاصرار والتحدي اكون بطل، والالتزام، مواصفات البطل، شخصية البطل. انتوا النهاردة مش بس كسبانين النهاردة، انتوا بتقدموا رسالة للي جايين كلهم، لكل الناشئ اللي جاي. دي رسالتكم، وان شاء الله النادي الاهلي في تواصل مستمر باذن الله ليكم واخواتكم الصغيرين باذن الله. واحنا تاني بكرر، احنا فخورين جدا بيكم وسعداء جدا بيكم، وان شاء الله لمنصات تتويج قادمه باذن الله باسم بلدكم، باسم ناديكم، باساميكم الشخصيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلمات صادقه رصينه بتعكس ان النادي الاهلي فعلا صاحب رساله، وهو بيوصي أبطاله على الاستمرار، بيوصي أبطاله على التمسك والالتزام بالقيم. أعتقد أبسط يعني شكر من النادي الأهلي لبلده أن يسعى لتقديم هؤلاء الأبطال. وهي دي شخصية البطل. كابتن الخطيب لما اتكلم النقطتين المهمين، شخصية البطل، وأنت لما تجيب اللعيبة اللي واخدة بطولات سواء على المستوى المحلي للنادي أو على المستوى الوطني والدولي مع المنتخبات الوطنية المختلفة عربيا وقاريا ودوليا، وإن شاء الله أولمبيا إن شاء الله في دورة طوكيو السنة اللي جاية بإذن الله يكون لمصر حضور على منصات التتويج، ويكون أبناء النادي الأهلي بإذن الله في طليعة هؤلاء الأبطال، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في خدمة مصر، في رفعة الراية المصرية، في تقدم الرياضة المصرية. ياريت كل الأندية تتسابق، كل الأندية تتنافس إنها تقدم حاجة كويسة للمنتخبات الوطنية، تقدم نموذج رياضي حقيقي. شوفوا نوعية الأبطال اللي الأهلي بيكرمهم، شوفوا مستوى التنافس اللي حققوا فيه الميداليات، شوفوا تمثيلهم بالأغلبية في كل البطولات أو في كل المنتخبات للألعاب المختلفة، حتى ذوي الاحتياجات الخاصة من أعضاء وأبناء النادي اللي حققوا بطولات كان ليهم دور وحضور في هذا التكريم. هي دي الرسالة، وهو ده المعنى اللي النادي الأهلي عايز يقوله لأولاده، بالذات فيما يتعلق بتحقيق ميداليات أو بطولات دولية مع المنتخبات، إن أنت تقدم لعيب عنده شخصية البطل. كده كابتن الخطيب لما اتكلم عليها اتكلم إنه اللعيبة الكبار منكم من المكرمين مسؤوليتكم كبيرة، وأنتوا بتقدموا شخصية البطل لكل زمايلكم خاصة من الناشئين. المهندس عدلي أشار في البداية قال كنت بحضر كتير حفلات التكريم اللي زي كده، ما انتوا هتلاقوا من حفلات التكريم دي كان في ناس كتيره قدمت القدوه للي موجودين دلوقتي عشان سباق التتابع الرياضي يستمر. فنتمنى ان شاء الله مثل هذه الحفلات تتكرر وتتكرم باذن الله تعالى الفرق البطله. يعني انا وانا بتكلم بتابع فلقيت من عناوين التكريم ابطالنا الفائزين بميداليات في كاس في كل الالعاب الافريقيه. هو ده. هو ده جزء مهم جدا من اهتمام النادي الاهلي.
فأرجو أبطالنا يستمدوا من هذا الشكل من أشكال التكريم دوافع جديدة وحوافز جديدة لتقديم مزيد من البطولات. هتلاقوا استقبال وحفاوة وتقدير. ده الـ كانت قالها باشمهندس قبل كده، فكرة انه يبقى في يوم الاهلي على، يعني ممكن يكون في يوم نشأة النادي في ابريل، في 18 ابريل، ويبقى تقليد انه يكرم كل الابطال اللي حققوا ميداليات او حققوا بطولات او قدموا عمل كبير للنادي الاهلي على مدار السنة. بس يمكن ابريل بيجي في وسط الموسم والبطولات مستمرة فما بيسمحش بهذا التكريم. ما توسعش دائرة الطموح لدايا. ايوه. لانه هو اقتراح كويس، لكن يجب ان يتسع لتكريم بعض الرموز اولياء الامور الابطال الحقيقيين وراء هؤلاء الابطال. ايوه. لان لو تعرف التضحيات، انا يعني اشوف امهات وانا داخل النادي هم طالعين من التمرين يودوا ولادهم المدارس. عشان يرجعوا ياخدوهم المدارس بعد الظهر يتمرنوا وبعدين يروحوا يذاكروا ويناموا وتصحيهم الفجر. بعد صلاة الفجر وهي بتصلي عشان تفطرهم وتاخد لهم يعني بطولات ما تصدقهاش وما تقدرش تفكر انك انت يعني لو انت هتتحملها ازاي. فالتكريم يجب ان يتسع ليكون يوم الاهلي ده، لا يبقى يوم بتاع كل النادي الاهلي كبيرا وصغيرا، اداريا، بطلا، ولي امر، يعني شيء جميل ان يبقى عندنا يوم الاهلي. يا ريت الفكره دي اكتبها صح وقدمها.